دل على السلامة يا ست هانم. أهلا وسهلا. تفضل. طبعا اتفاجئت بزيارتي، بس انا في الحقيقه كنت منتظر وصولي بفارغ الصبر عشان عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. خير؟ في شيء؟ ما تقلقيش، مش هاخد من وقتك كتير، هما كلمتين وهمشي. كامل بالنسبه لي ما كانش مجرد صديق، كامل بالنسبه لي كان اكتر من اخ. كنا دايما نقعد ونتكلم في مواضيع كتيرة أوي، وكان دايما يكلمني عن البنات المظلومات اللي بيدافع عنهم، يحكي لي عن ظروفهم وليه طبل عليهم. طبعا كلمني عنك كتير، قال لي عنك كل اللي يعرفه. ولما كان عايز يتجوزك، أنا في الحقيقة كنت رافض الفكرة دي، مش علشان انت بريئه زي ما اقنعتيه وزي ما قال لي، انما لان الظروف اللي انت كنت فيها ومريتي عليها كان ممكن تسبب لكام المشاكل هو في غنى عنها. في حاجه تانيه كمان عايز اقول لك عليها، بيتهيألي، لا مش بيتهيألي، اكيد ما تعرفيهاش، كامل عمره ما حبك، كامل اتشد ليكي لانك شبه خطيبته اللي كان بيحبها، حب العمر زي ما بيقولوا. اكيد انت شفت صورتها اللي معلقها في اوضته فيلا مصر. ها؟ هذه كانت صوره خطيبته؟ ماتت في حادثه الطياره، زعل عليها قوي، عاش عمره كله حزين، وكان رافض الجواز لحد ما شافك. أصله لاكي صورة طبق الأصل من حبيبته اللي ماتت، عشان كده اتجوزك. أنت برأيك إنه كامل ما كان يحبني؟ بس القدر كان بيحبك، كل الثروة والعز والجاه، وفيلا في مصر وفيلا بيروت وفيلا بدبي، كل ده ما كانش ليكي، كان لواحدة ماتت وأنت خدتي مكانها. بعد لهلأ ما عرفت شو جاي تقلي أستاذ أشرف. جاي تقلي إنك بتعرف حقيقتي، وإنه كامل تجوزني لأنه أنا نسخة طبق الأصل عن خطيبته القديمة. إذا جاي لتقلي هول، المعلومة وصلت. وإذا عندك شي تاني تخبرني إياه، يا ريت تختصر، أنا تعبان كتير وبدي أرتاح. يا منتهى الذكاء، عارفة كويس قوي أنت عايزة إيه وإزاي توصلي له. عشان كده خططت للعلاقة اللي بينك وبين كامل، خططت لها ونفذتيها بمنتهى الاحترام. أنا لا خططت ولا نفذت شيء، وبكل الأحوال هيدا حياتي، وأنا بقرر كيف بخططها وكيف بنفذها، وماني مضطرة برر شي لحدا. هيدا حياتي الخاصة وما بسمح لحدا يتدخل فيها. برافو، هو ده اللي أنا كنت عايز أقولهولك. حياتك الخاصة أنت حرة فيها، تصرفي زي ما أنت عايزة، سياك تقربي التصرفات الخاصة لابن خالد. كيف؟ ريم، أنا إنسان واضح وصريح، ما بحبش اللف والدوران. أنت عارفة وحاسة زي ما أنا عارف وحاسس إن العلاقة اللي بينك وبين خالد مش مجرد صداقة وبس. أنا ما أعرفكيش، لكن أعرف ابني كويس أوي. خالد بيمر بظروف غريبة، مش ده ابني، مش دي تصرفاته ولا أخلاقه.
طبعا ممكن ترد عليا وتقولي لي انك مش مسؤولة عن تصرفات ابني، بس انا هرد عليك وقولك لا، انت مسؤولة لانك انت اللي خليتيه يحبك. انا وخالد ما في بيناتنا شيء، نحن رفقة وبس. خالد ساعدني وقتها كنت انا بحاجة لحدا انه يوقف حدي. خالد انسان عزيز على قلبي، انا مديونة له بحياتي، لا اكثر ولا اقل. خالد وقف جنبك وساعدك وانقذك مش عشان سواد عينيكي، عشان خاطر كامل اللي كان بيعتبره زي ابوه بالظبط. قدر الموقف، سرك كبير طول ما انت بعيد عن ابني، لكن لو عرفت في يوم من الايام ان العلاقه اللي بينك وبينه ما زالت مستمره، انا هتصرف معاك تصرف تاني. اظن كلامي واضح؟ بفهم انك عم تهددني؟ افهمي زي ما انت عايزه يا شطره. الكارت بتاعي عليه اسمي وعنواني ونمر تليفوناتي، لو احتجت حاجة أنا في الخدمة. سلمى، سلمى، نعم ستري، خديني على اوضتي. تفضلي ستنا. هيك بدك تضلك صافن رشيد؟ لا بتنام لا بالليل ولا بالنهار؟ ما عم بقدر نام. أنا ما خصتني بشي وما عم بقدر نام. مش عم بفهم كيف أنت عم تقدر تنامي؟ ما بعرف. مين أولي؟ ما بعرف. استجيبة نانو؟ مستحيلة، بدي أحكيك ضروري. هيدا وليد واحد مجنون، بخيف منه ما بدي افتح له. افتحي له يا نجيبة، أحلى ما يفكر إنه هربني منه. قوم افتحي له. سعيدة ست نانو، حسيت هيك مش جاييني نوم، قلت أنتوا بتكونوا سهرانين ومش جاييكم النوم كمان. قلت بجي بقعد معكم شوي بنحكي، شو رأيك؟ مين قالك مش جايين نوم؟ أنا رح موت من النعاس وفيت نام. هي بس مش مبين عليك إنك ناسانة. فوتي اعملي لك فنجان قهوة نحكي كلمتين على رواق. فوتي. بيجوا الكل بتجيب الصخن. ميرسي يا رشا. بك شي حبيبي؟ لا ما بس جعان. بابا تأخر كده ليه؟ يلا صار واصل، هلا بيوصل وبنقعد بناكل.
هما فين كلهم؟ شو بك موتر هيك؟ ايه ماما؟ انت هتفضلي تسألي اسئله غامضه عشان تتاكدي من الموضوع؟ ما تقولي انك عايزه تعرفي اذا كان كلام بابا صح ولا غلط. انا ما قلت شيء. من غير ما تقولي. انا بحب ريم وهي بتحبني. احنا عارفين ان الموضوع صعب. وعارفين ان ناس كتيره قوي ممكن تشوف الحب ده على انه خيانه لكامل. وده اللي مخلينا مش عارفين نتصرف. هيدا الحب خياني لكامل بنظر الناس بس؟ بنظرك انت شو؟ حب حقيقي كنت مستنيه من زمان. حب اقوى مني واقوى من احساسي بالذنب. حب ممكن يخليني فرحان وراضي طول عمري. كتير حلو. يعني كل هالمواصفات لقيتها بهيدا الحب؟ وبهالوقت القصير هالقد انغرمت؟ بحبها. بحبها قوي يا ماما. بتحبها قوي؟ ليه؟ عشان ضحكت على راجل قد ابوها واتجوزته ولهفت فلوسه وما صدقت بعد ما دفنته بكام يوم. عايزه تكرر نفس الحكايه معاك؟ تضحك عليك وتتجوزك وتلهف ثروتك. مفيش حمد لله على السلامه. سلامه؟ تنسيت اللي عملته معايا في مصر؟ لا ما نسيتش يا بابا، ودي حاجه تتنسي. ده انا اتهزقت زي العيال الصغيرين. لما اب يهزق ابنه فده شيء عادي وله الشرف. المشكله بقى لما ابني يهزق ابوه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ معلش من اجل الموضوع لبعدين، الاكل رح يبرد، انا رح روح عيط لمنصور والبنات. اوكي is a